الباتر عليه استرجعني أختي بقيمة 15,999 ريال سعودي، 5 سنوات ضمان نيسان ممتد، وأيضا 10,000 كيلومتر صيانة مجانية. السلام عليكم، حياكم الله متابعين ورب بنيت من جديد. اليوم جاي يغطي لكم عروض بترومين نيسان على بعض السيارات الموجودة هنا، ولكن قبل أن نبدأ كالعادة تسلم اللايك واشتراك القناة وفعل زر الجرس، ويلا نبدأ نيسان. زي ما شفتم مقدمة العروض، بدينا مع الباترو مع الاسترجاع النقد الجميل 15,999 ريال سعودي. طبعا هذا العرض على محرك 6 سلندر، نتكلم عن 4 لتر 6 على شكل حرف V، طبعا تنفس طبيعي، نتكلم عن 275 حصان و 394 نيوتن متر من عزم الدوران. جنط مقاس 20 مع علامة نيسان الجديدة بالألوان البيضة. تعال نشوف الداخل. والباترو معنا جدا فخم وفي مواصفات سلامه جدا عاليه، فنتكلم بطاقه زر واحده هنا في الستيرنج تشغل كل انظمه مساعده السائق. نتكلم عن رادار تفاعلي وتنبيه خروج المسار، وايضا تعرف على الاجسام اللي امام السياره. طبعا الستيرنج ترفع وتنزله كهربائيا، التخشيبه موجوده في كامل السياره جدا جميله، عندنا تبريد تدفئه المقاعد الاماميه، هنا عندنا انظمه خلينا نقول افرود بشكل عام، الجير 7 نمبر، وانظمه الافرود عندنا ثلج، عندنا رمل، حصى طبعا على الطرقات العامه اكيد، وفي ديفلوك خلفي للدفرنس خلفي في مساعده نزول من المحضرات. نتكلم السياره كل شيء موجود فيها حرفيا. عندنا ايضا مقاعد تشوفوا اللون هذا المميز في الباترول، خلينا نقول توفي مع الخطوط السوداء هذه، منظره جدا جميل والباترول واسع. والحين مع الالتيما ملكه الخطوط، عليه استرجاع نقدي بقيمه 8,999 ريال سعودي و10,000 كيلومتر صيانه مجانيه. خلينا نبدا بمواصفات الالتيما الجميله هذه. هذا المفتاحين، واحد حق الباترول وواحد حق الالتيما. طبعا يمكن تشوفها تحسها نفس الشيء بالضبط، ولكن لو تقرب مره شوف الفرق. هنا هذا فتح غلاق الشنطه، شوف النيسان الالتيما تبان كانها سياره سيدان، هنا في الباترول يبان كانها اس يو في. طبعا كلها في نفس الخصائص، تشغيل على البعد واغلاق وفتح، شوف تفاصيل صغيره. خلينا نبدا مع الالتيما مع المفتاح مباشره. طبعا المفتاح الجديد هذا حق نيسان، في تشغيل عن بعد واغلاق وفتح اكيد وفتح الشنطه. والحين خلنا ننتقل الى السياره ونشوف مواصفات المحرك الجميل هذا الجبار الاسطوري. وهذا هو محرك الالتيما الموجود من زمان، ومحرك جدا جميل وقوي، 2.5 لتر 4 سلندر تنفس طبيعي، 188 حصان و 244 نيوتن متر من عزم الدوران. اللتر الواحد يمشيك مع ناقل حركه سي في تي 16.8، يعتبر رقم جدا جميل على فئه من فئات السياره السيدان هذه. خلينا نقول الالتيما فيها، الالتيما الفئه هذه تجي مع جنط 19، وهذا الجنط الجديد اللي نزل مع الفيس ليفت. ولكن ايش رايكم باللون هذا دم الغزال؟ وهنا عندنا الابيض هذا الاوف وايت، مو اوف وايت خلينا نقول ابيض مطفي بدون لمعه، شكلها جدا جميل. هذه هي داخليه الالتيما اذا ما قد شفتها، تجي مع شاشه جديده 12.3 انش، تجيب هذه الجميله طبعا مع الزر هذا الموجود في اغلب سيارات نيسان، ضغطه زر واحده يشتغل مع كل انظمه السلامه ومساعده السائق خلينا نقول، بحيث انك تشغلها ضغطه زر ما يحتاج تفعلها واحده واحده. فهذا واحده من الاشياء الجميله في الالتيما. طبعا راحه لا احكي لك، الالتيما معروفه واحده من اكثر السيارات في فئتها راحه، كان على الخط او كان السواقه العاديه داخل المدينه. ايضا عندك سماعات بوز محيطيه في السياره تعطيك صوتيات جدا جميله. والحين ننتقل مع النيسان كيكس، عليه استرجاع نقدي بقيمه 6,999 ريال سعودي و10,000 كيلومتر صيانه مجانيه. الكيكس تجي مع محرك 1.6 4 سلندر تنفس طبيعي يولد 118 حصان مع جير سي بي تي، كل هذه الخلطه تعطيك رينج لتر الواحد 18.1 كيلومتر. ابيكم تشوفوا معي خطه الالوان الموجوده في الكيكس. طبعا السقف زي ما شايفين تجي مع لون مختلف عن لون بدي السيارة الأساسي، عندنا تنبيه متصادم أمامي، وأيضا عندنا النقاط العامية موجودة في الكيكس. خليني أوريكم الداخل الكيكس الجميل هذا. والحين من داخل الكيكس، طبعا المعنى الحين ما هو الفول كامل، ولكن مع كذا فيه مواصفات جميلة. كلام لوحة إعدادات، نصف شاشة نصف تقليدي، عندنا شاشة ترفيه جدا جميلة، شاحن وايرلس يو اس بي تايب اي، وأيضا مقاعد جدا مريحة. الفئة اللي أعلى منها تجي مع شاشات أكبر، عندنا سماعات بوز تكون فيها حتى مع مدمجة مع تكات الرأس، تعطيك صوت محيطي خاصا للسائق. كذا يكون وصلنا لنهاية تغطية عروض بترومين نيسان. إذا حاب تعرف على السيارات أكثر زور أقرب فرع البترومين نيسان، شوف السيارات الجميلة وبطل دروب نيسان باتر. شكرا جزيلا، لا تنسوا من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل كل جديد. مع المربع نت، سووا لنا فولو.